صباح الخير يا جماعة. احنا كنا عملنا شير على البيج من فترة صغيرة لفكرة الفونغ شوي. يعني هي فكرة يعني موجودة في الثقافة الصينية وبتستخدم في الانتيريور بالذات في الفار ايست وفي البلاد القريبة من الصين زي هونغ كونغ، يعني بلاد اللي جنب الصين واللي برضو بتعترف بهذه الثقافة. يعني فكان في مثال كنا حطيناه وحبيت ان انا اشرحه لكم، هو الكونتراست او الحرب، يعني السبيريتوال يعني وار الموجودة بين مبنى اتش اس بي سي اللي نورمان فوستر عمله ديزاين وبين البنك اوف تشاينا هونج كونج الاثنين اللي اي ام اي عمله الديزاين. الاول المبنى بتاع بنك اوف تشاينا هو عامل زي السكاكين، كله شارب ايدجز وكله يعني راف ايدجز، وشكله عامل زي كل حاجات زي الاسهم اللي هي بتبقى متعرفه في الفونغ شوي على ان هي اسهم، والاروز البوينتد اروز في الفونغ شوي دي بتعني هجوم او بتعني نوع من انواع النيجاتيف انرجي، يعني والهجوم على المكان اللي موجه له السهم ده. فاللي حصل انه لما HSBC was designed by Norman Foster اخذوا in consideration الثقافه دي اللي هي الفونغ شوي في كذا مكان في المبنى علشان يعني لانه الناس يعني بيؤمنوا بشده بالموضوع ده. فاول حاجه عملوها كانت انه في اتريوم بطول المبنى علشان يعني يبقى فيه open atrium علشان الwind with positive energy can flow. فدي كانت حاجة مهمة علشان الناس تحس أو يعني تقتنع ان فيه positive energy في المبنى وان المكان هيflourish وهيبقى مزدهر وان البنك ده مش هيفلس مثلا او مش هيحصل له مشاكل financial او من اي نوع. الحاجة التانية ان هو في فيو على فيكتوريا هاربر لان المية من العناصر المهمة في الفونغ شوي، يعني هو في كذا عنصر، المية والهواء والنبات الخشب سوري والمعدن والنار، فهي دي عناصر الفونغ شوي اللي هي بتبقى موجودة في الأرض وفي لازم علشان يبقى في هارموني بينها وكل عنصر يبقى موجود في مكان معين في المبنى، كل عنصر يبقى موجود في مكان معين في الانتيرير بتاع أي أوضة. فده الكلام اللي يعني بيؤمنوا بيه الجماعة اللي بيؤمنوا يعني بالفونغ شوي بالقصة دي. تاني حاجة عملها نورمان فوستر في المبنى بتاعه في HSBC بانك إن هو عملوا كانونز فوق المبنى. كانت حاجة شكل المدافع، يعني هي بالضبط شكلها عامل زي المدافع موجهة على المبنى بتاع IMPA علشان لو في نيجاتيف انرجي جاية من المبنى بتاع بنك اوف تشاينا المدافع دي تصدها او تعرف ان هي تدافع عن المبنى تاني بتاع HSBC. فهي فكرة يعني غريبة شوية بس هما بيؤمنوا بيها بشدة. حاجة تانية ان الاسكليترز مش موجودة parallel لبعض في HSBC building، مش واحد طالع واحد نازل parallel لبعض، لا هو واحد طالع واحد نازل بس بانجل. ليه؟ لان هما بيؤمنوا ان الارواح الشريرة will not circulate، مش هيمشوا في طريق يعني ان هما بيمشوا في طريق مستقيم بس مش هيمشوا لما نعمل التلتز انجل ده او الانجل ده السبيرتس كده مش هتعرف تمشي لان هي بتمشي بس في ستريت لاينز. ويعني انا بوريكم المثالين دول لانه اتنين من اقوى المعماريين في العالم ازاي ان هما استجابوا للنوع ده من الاعتقادات او المعتقدات بتاعه العميل او بتاعه المجتمع اللي هما بيصمموا فيه. فهي حاجه يعني برضو مهمه لازم حد يحطها في اي حد بيصمم اي مكان سواء انتيرير او اكستيرير او مبنى كبير او صغير او على اي سكيل يعني بيعمله لازم يكون بيحط في اعتبار العميل او الشخص اللي هو بيصمم له او مستخدم وثقافته وخلفيته يعني خلفيه معتقداته and so on. فده كان المثال اللي احنا يعني حطيناه في البيج وهو interesting جدا فحبيت ان انا اشرحه لكم بس further يعني. اوكي ثانك يو.